كيف اليوم اعتمد الاتحاد الافريقي لكرة القدم قميصا فيه خريطة هي لبلد عضو مؤسس في الاتحاد الافريقي؟ تفضل. عمر، قبل ما ابدا كلامي، ربنا بيقول في كتابه العزيز: واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. جميل. غاب العدل عن كل مراسم الحكم. انت بتتكلم عن 70% من الموظفين اللي موجودين في الاتحاد الافريقي كلهم مغاربه، وبالتالي القرار لازم هيروح في صالح الانديه المغربيه. ولو خدت بالك يا عمر، دايما الانديه المغربيه اللي حاليا هي اللي بتصدر الازمات في الاتحاد الافريقي. الاتحاد الافريقي دايما هادي، ما عمركش تشوف غير نادي مثلا الوداد ومشكلته في مباراه النهائي ما بين الوداد والاهلي، انه هي تتلعب من مباراه واحده وبعد كده بيتم الغاء هذه النوع من المباريات ويرجع تاني لنظامها القديم ذهاب وعوده. ولكن عاوز اضم صوت اخويا وزميلي وليد واقول: لماذا لم يلعب في ارض محايده؟ هو مباريات ليبيا وتونس والسودان ومصر في وقت من الاوقات لم تلعب في ارض محايده؟ لماذا لم يلعب في ارض محايده؟ والا لتصدير ازمه دي انا مش شايفها غير كده. انت شايف ان انت رايح تروح لكافه المغرب، وبالتالي انت رايح تثير ازمه مش ما بين شقيقتين، ده انت كمان مش موضوع ملعب، ده انت كمان دخلت فيها كده قصه شعوب، قصه ان انت تدخل فيها سياسه. طبيعي ان كل واحد هنا هينحاز لارضه وبلده. انا عاوز اسال الناس: انت هل تعلم ان انجلترا ما لعبتش المانيا بعد الحرب العالميه الا سنه 66 في نهائي كاس العالم؟ يعني قعدت اكثر من 21 سنه لم يلتقي بسبب الحرب. دي من ضمن الاتحادات الاوروبيه انها اتحادات واعيه للكلام ده كله.